السلام عليكم احبابي حبيب القلب، مرحبا بكم في قناة وصفات اسمر. كما نعرفوا رانا في فصل الشتاء، وفي فصل اللي تكثر فيه البرتقال ولا المندرين ولا تشينا ولا الطامسو، كل كاين اسموات متعددة من هذا الفاكهة في هذا الفصل. وكما نعرفوها انها غنية بالفيتامين سي وتقينا من امراض الزكام. اغتنمنا الفرصة وراح نديرو مسكوتشو بزاف بنين هايل خطير المذاق بفاكهة المندرين كليمونتين ولا المندارين. تحبوا تقدروا تخدموها حتى بالطمسون، يعني التشينا اللي كانت عندكم اخدموا بها هذا الكيك، راح يجي بزاف بنين. هذا المسكوتشو راح يجي هايل، اسفنجي لداخل، اسفنجي يعني مقطن هشيش ما شاء الله عليه، مشرب هذه الصلصه تاعو بزاف بنينه، وتجي الطعم تاعها تاع البرتقال كيف كل شيء منه، واليه كامل النكهه تاعو برتقال ولا مندرين في مندرين. يعني وصفه بزاف بنينه خطيره المذاق، وراح نشوفوها مع بعض بكل التفاصيل، وحتى انها سهله بزاف بزاف وما تطلبكمش وقت كبير باش تخدموا هذا الفاكهه. ونخدموها كذلك بالمول العجيب، المول العجيب هذا نخدموا به حوايج بزاف. كما هنايا كما راكم تشوفوا البرتقال تاعي، خديت ربع حبات يكونوا كبار شويه، وحبه فيهم تكون صغيره، يعني تقريبا كامل 5 حبات تاع مندارين. هنا المندارين حبه نقيتها من ربع حبات نقيتهم من الكشور تاعهم، وحبه واحده خليتها بالكشره تاعها وغسلتها مليح، يعني غسلوها كش ما فيها هكذاك حشرات ولا حاجه، ونقسموها بالموس على 4، ونزيدوها ونحطوها في الاشوار تاعنا ولا الخلاط كما راكم تشوفوا في هذا الفيديو. راح نزيدوا معها 3 حبات تاع البيض، 3 حبات تاع البيض، وراح نزيدوا معها علبه تاع ياغورت الطبيعي. شوفوا هنا دوك، الا ما كانش عندكم الياغورت الطبيعي وما قدرتوش تحصلوا عليه، تقدروا ديروا نص كاس العادي هذاك الاسطوري تاع اللي في كل دار كاين نتاع حليب، في بلاصه الياغورت الطبيعي ديروا نص كاس حليب. ديروا كذلك هنايا نص كاس ولا نص علبة تاع الياغورت هذيك الطبيعي فيها الزيت، وراح نديروا هذا الكاس الأسطوري. إنه كل دار عندكم كاس من هذا الكيسان تاع سكر يكون معمر، سكر يكون معمر. هنا راح نزيدوا فيه قرصة تاع الملح. شوفوا هنا إذا كانت كما نقولوا المندرين تاعكم حلوة بزاف ومليحة، نقصوا شوية، نقصوا من الكاس تاع السكر نقصوا منه صباع واحد، وإذا كانت شوية حامضة خلوه كاس معمر، راح يجيكم أسوأ. نخلطهم في الخلاط الكهربائي هذا كامل حتى يترحاولنا مليح من الداخل، وراح نجيبوا قصعة غامقة ولا أي حاجة تخدموا فيها نحطوا فيها. هنايا نحطوا كاس نتاعنا ونفرغوا فيه هذاك الخليط، ونقعدوا نصفيوا فيه مليح ونعصروه، يعني نصفيوا ومنها نعصروا كذلك باش تهبط كامل هذيك العصاره من التحت. راكم رانا متفاهمين؟ شوفوا هنا باش يقعد لنا هذيك العظم من الفوق، ويقعد لنا هذيك القشره كذلك من الفوق. هنا راح نستعملوا بيكربونات السوداء اللي تعرفوا نديروها في اللوبيا ولا في الفول باش يطيب لنا بالخف. اذا ما كانش عندكم بيكربونات تقدروا تخلفوها بمغرف صغيره نتاع الخل، الخل الابيض ولا الخل العادي، اي خل عندكم نوع تاع خل استعملوه. هنايا البيكربونات السوداء راح تعطينا الهشاشه في هذا الكيك تاعنا ولا المسكوتش تاعنا تجي اسفنجيه. درنا لها كذلك وحده نتاع خميره الحلوه، وراح نزيدوا معها. هنا تستعملوا 2 كيسان تاع فرينه بهذا الكاس الاسطوري، يعني العبارات كامل بهذا الكاس الاسطوري راح نديروا منه 2 كيسان فرينه معمرين مليح. الفرينه تاعكم غربلوها، بالك يكون فيها تخش لداخل وفيها يعني صوالح يكونوا في هذيك الفرينه، وحنا ما نجيبوش خبر، وكذلك ما تجيناش مكتله. نخلطوها مليح بالخلاط اليدوي، ومن بعد نزيدو نخلطوها بالسباتو تاعنا بهذا المغرف كما راكم تشوفوا، ونخلوها ترتاح لمدة هذيك 5 دقائق. ما بيدرا ترتاح نجيبو المول العجيب نتاعنا هنايا كما راكم تشوفوا، نديرو له شويه تاع الزيت وندهنوه. اذا كان عندكم زبدة تقدروا تدهنوه بالزبدة، وزيدوا ترشوا عليها رشة خفيفة نتاع الفارينة. اذا ما كانش عندكم الزبدة كذلك ولا المانغارين، نورمال عادي تخدموه غير بالزيت نورمال كما كنا من قبل، نخدموه غير بالزيت، دهنوا المول تاعكم بالزيت وزيدوا له شويه تاع الفرينه باش ما تلصقناش من بعد الكيك نتاعنا ولا المسكوتشو نتاعنا. هنا هذا دي اضافه اختياريه، تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش. جبت انا كمشه تاع حمص استغفر الله، عفوا كمشه تاع سكر، ورشيته كامل مع الاطراف على خاطر باش من بعد حبيت هنا يطلق لي شويه عسيله في هذا الكيك نتاعنا ويجينا معسل، واذا كان طايب شويه من تحت يجيكم على شكل كراميل.
من تحت. جبنا هنايا حبه تاع مندرين، تقريبا حبه تاع مندرين كذلك، نقسم البرج، البرج ولا البرج تاع هذاك المندرين نقسمه على اثنين، نحي العظم تاعو ونخليه لداخل كما راكم تشوفوا، حطوا على هذاك الشكل باش يجينا كانها التزيين تاعها ولا الديكور تاعها يجيك شغل الزهره كما راكم نديروه كامل ساير داير. انا هنا الفيديو كنت نصور ومن بعد حبس الفيديو باش يعني نختصر شويه، لقيت روحي نخدم ومانيش نصور في واش كنت ندير. المهم هنا بعد ما كملت درتو ساير داير، حطيت فرغت فوق منه هذاك الخليط اللي كان ارتاح لي لمده 5 دقائق بعد ما كملت الخدمه تاعي، ومن بعد نخبطه شويه باش ما يخرجوا منه هذاك الفراغ تاع الهواء تاعو، ونديرو في الفرن يكون شاعل، الفرن يكون شاعل من فوق ومن تحت 160 درجه 160 ولا 170 درجة مئوية، ونبطفو له من الفوق له يطيب غير بغرضه ويطيب غير بالعقل. هنا راح نخدمو هذيك الصلصة ولا هذيك الكريمة الهايلة البنينة، درنا فيها هنايا تقريب نص علبة نتاع جي ولا عصير نتاع حبة تاع برتقال، معاها علبة نتاع الماء، معاها 3 مغارف نتاع السكر، ومعاها مغرف مايزينا ولا نشا ما تكونش معمرة مليح. نخلطو كل شيء مع بعض كما راكم تشوفوا، كل شيء بارد في بارد. هنا انا استعملت كركم باش نزيد في قوه اللون تاعو، تقدروا هنا تستغناو على الكركم على خاطر يبدلكم شويه المذاق، تقدروا تستعملوا الزعفران ولا ملون يكون باللون الاصفر ولا البرتقالي، ونخلطوهم كامل ونحطوهم على نار تكون متوسطه، ونقعدوا نخلطوا 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 فيه حتى وين راح نتحصلوا على كريمه تكون سائله. شوف الوقت اللي الكريمه تاعكم تبدا تعقد، تبدا تشوفوها بدا تعقد، نحوها فوق النار على خاطر من بعد تبرد راح تزيد شويه تشد روحها، ما تخلوهاش تعقد لكم بزاف باش من بعد ما تحصلوش فيها وما تجيكمش سائله كما رانا حابين. يعني هي كتزيين، شوفوا هنا بعد ما بدات طلعنا الكيكه من الفوق يعني بدات تتنفخ شويه، طلعت مده تقريبا هنايا واحد 20 دقيقه بدات تطلع، جعلت لها من الفوق وخليتها كملت طلعت. ومن بعد هناك وجدت الكيكة تاعي، واش راح نديروها؟ نخبطوها مع الأطراف. علاش نخبطوها مع الأطراف؟ باش تنحنا وفي النحية تاعها ولا كي نقلبوها في الصحن تاعنا تجينا سهلة باش تتنحى، ما تكونش صعوبة. نحطوا الصحن تاعنا ونقلبوا هذاك الكيل، المول تاعنا المول عجيب هذاك، مول بزاف يخرج أطباق بزاف شابة منه، والمذاق تاع هذا المسكوتشو بزاف بنين وخطير المذاق. دائما اكد لكم على خطوره المذاق خاوتي خياتي، ما تنساوش ابطوها اسفل الفيديو تفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفات اسمر. شوفوا هنايا المسكوتشو تاعي راهي ما شاء الله عليها تبخر، شوفوا كيفاش راهي مثقوبه على دليل انها طالعه اسفنجيه وتجي بزاف شابه وبزاف بنينه وخطيره المذاق. دائما اكد لكم على خطوره المذاق، والريحه تخرج منها مندرين مندرين، يعني برتقال برتقال، وكانها تقريبا نقولوا انها صحيه على خاطر فيها المندرين. باش تعرفوا الكيك تاعكم ولا المسكوتشو تاعكم راهو يعني طايب مليح كي تكون داخل الفرن قبل ما تخرجوا، شدوا هذا العود تاع الشواء تثقبوا فيه لداخل وتخرجوا. اذا كانكم ماشي يعني ماشي مفيش العجين، نعرفوا بلي الكيكه تاعنا راهي ناشفه لداخل وراهي طايبه، واذا كنا شفناها مازال يخرج شامخ يعني فيه تاع العجين تاع المسكوتشو تاعنا، نعرفوا بلي مازال ما طابش، نخلوها غير بالعقل. هذه المسكوتشو من الاحسن انكم تطيبوها في الفرن تكون غير بالعقل، طيب ما تزربولهاش النار، ما تفوتوش 200 درجه مئويه، يعني 170 180 ماكسيموم ما تزيدولهاش. هنا حطيت الكريمه تاعي في الوسط باش التزيين يكون اختياري. هنا جبت حبه تاع السوريز ولا الكرز هذا المجفف ولا المصبر، وراح ندورو كامل صاير داير على هذا الكيكه تاعنا في وسط حبات تاع هذوك البراش تاع المندرين باش يعطينا يعني هنا التزيين يكون اختياري، زينو كيما حبيتوا راهي اللعبه في يدكم. هنا واش نديرو كذلك؟ عندي هنايا تاع هذا الاوبتيلا اللي تتباع في المحلات غير 5 دينار فقط، يعني 500، انا شريتها باش نزين بها هذا مكان. انتم هنا تقدروا تزينوا قلت لكم باش تحبوا، يعني شوفوا التزيين يكون اختياري. هنا راح ندير على شكل شبكه عنكبوت، شوفوا كيفاش راح تكون التزيين يعني بسيط جدا. اذا لقيتوا هنايا هذه التيب ولا هذا تاع الاوبتيلا شويه جامد، حطوه فوق الفرن تاعكم ولا فوق الفور وخلوه يطلق روحه حتى تولي تشغل سائله باش تجيكم سهله باش كي تقبوها ثقب صغير تسيل بالخف. واش راح نجيب الكيردو تاعنا ولا العود تاع الشواء هذا، نعملوا خطوات كما راكم تشوفوا في الجهه الفوقانيه، ومن بعد نعاودوا نعملوا خطوط للاسفل باش تطلع لنا هذاك الزيكزاك الشباب هذاك كانها العنكبوت يعني باتمان. راح نديروا برج عود اخر نتاع مندرين في الوسط، يعني التزيين قلت لكم يكون اختياري، راح نديروا فيه حبه تاع سوريز من الفوق باش يكون شباب، وراح نزيدوا نديروا ورقه كانها ورقه تاع التشينا ولا تاع المندرين. هو التزيين يكون اختياري بسيط سهل،
وننصحكم ننصحكم ننصحكم انكم تجربوا هذه الكيكه في هذا الموسم تاع الشتاء، راهي بزاف بنينه، وعرفوا المندرين راهي رخيصه في السوم تاعها، وراهي ما شاء الله بلادنا ثريه ثريه بهذه الخيرات اللي فيها. ان شاء الله ربي يدوم علينا النعمه، وصلوا على رسول الله ما تنساوش عليه ازكى الصلاه وازكى التسليم. واش نقول لكم، ان شاء الله نكون شهيدكم في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصله تاع النهار اليوم، ما تنسوناش بالبارطاج والاعجاب، وخلونا تعليقات تاعكم الشابين لان نلقاهم ما شاء الله يطلعوا المورال، خلونا حتى بكلمه حلوه، ولا صلوا على النبي عليه الصلاه ازكى الصلاه وازكى التسليم. وهذه هي، ما تنسوش بالبارطاج والاعجاب والتعليقات تاعكم. تهلاو فرحتكم بزاف بزاف، سلام.